الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد محمد وآله. أشارك بهذه المقولة بمناسبة يوم العالم للغة العربية. قال المولى جل ذكره بلسان عربي مبين قرآنا عربيا، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. من أحب الله أحب رسوله المصطفى، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم. ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، والعربية خير اللغات والألسنة. فهذا صوت أخيكم عدنان كميني، والسلام عليكم ختاما وابتداء.